السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتكلم في الفيديو النهاردة عن ال value زي مثلا ال L value ال R value هنعرف طبعا ايه الفرق ما بينهم وايه اهميتهم طبعا انت ممكن تكون بتشتغل عادي بتعمل برامج بتكتب كود C او C++ ومحتاجتش ان انت تعرف ايه هي ال value او ال R -value او شايف ان هي موضوع مش مهم لكن مثلا بعد كده هندخل في الموف سيمانتكس وهنشوف هنتعامل اكتر مع الريفرنس وهكذا فساعتها هنلاقي ان هو مهم جدا ان احنا نكون عارفين وعارفين كويس جدا ايه ال value فاليو والار values والفرق ما بينهم كذلك ممكن تكون صادف مرة في مرة من المرات طلع لك كومبايلر error بيقول لك مثلا ال value او لازم يكون على الناحيه الشمال من الاساينمنت لازم يكون في الفاليو ومش عارف ايه هي ال فعلشان كده فيديو النهارده مش هندخل كتير في تفاصيل قوي لكن من ناحيه ان احنا ناخد فكره عن الموضوع وتكون ك كاساس لو حبينا نتعمق في الموضوع اكتر او نعرف عنه اكتر يبقى عندنا الاساس اللي احنا محتاجين ال value و ار لو بصينا من الاسم ال ال value معناها او ال -L هنا جاية من left و جاية من الرايت ال -right وده طبعا كان الزمان كان او ال ال التعريف الاصلي لي ال ال -L value ان هي كانت الحاجة اللي بتكون على الناحية الشمال من ال assignment operator طبعا ده يعني كتعريف مش ما عادش صالح ممكن كان زمان اوكي لكن دلوقتي ما عادش ينفع ليه لان احنا ممكن يكون عندنا ال فاليو نلاقيها تيجي على اليمين نلاقيها تيجي على الشمال وهكذا فما عادش وكذلك الار فاليو الار فاليو كذلك مش شرط ان هي تيجي على الناحيه اليمين لكن ايه هي بقى ال فاليو ال فاليو هي اكسبريشن يعني مش مجرد مثلا variable name او object name او حاجة لا ده هي expression ممكن تكون function call مثلا على سبيل المثال فهي ك expression ال expression ده بي بيدل على object او من خلاله ان احنا نقدر نعمل identification ل object يعني مثلا لو قلت x بتساوي اتنين عندنا ال x دي ك object ممكن أم طبعا متخزنة في مكان ما في الميموري القيمة اللي موجودة في في الاكس ممكن ان احنا نستخدم الريفرنس اوبريتور بحيث ان احنا نروح للمكان اللي موجودة في الاكس ونغير فيها كذلك ممكن ناخد قيمة الاكس دي ونحطها في فاريبل تانية يعني نعمل لها عملية كوبي فده بكل بساطة ال ال -Value. value عندنا مهم ان هي تكون أم كحاجة كاسم ك ليها حاجة ممكن ان احنا نعمل لها ريفرنس او ممكن ان احنا نجيب الادرس بتاعها او ممكن ان احنا نستخدمها في اي مكان ما في البرنامج بتاعنا ان احنا مثلا نحطها في اوبجكت اما الار فاليو فهي اي حاجه ما عدا ال ال يعني اي فاليو تاني اي اكسبريشن هنقول عليه ار فاليو ان ما كانش ال ده بكل بساطة التعريف طبعا ال زي ما قلت ان هي اوكي ممكن تيجي على الناحية اليمين لكن ممكن ان مثلا في حالة لو عندنا كونست كنا عاملين declaration الكونست قبل كده الكونست ما يقدرش نحطه على ناحية اليمين لان احنا مش هنقدر نعمله. له ففي الحالة دي الكونست نفسه هيعتبر ال value ولكن مش هينفع نحطه على اليمين ليه ممكن احنا نعمل له ريد اوكي بس مش هنقدر نعمل له رايت right علشان هو كونست ففي الحاله دي برضو هيكون ال فاليو ولكن دي ال 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 value ال الحاله العاديه اما في الحاله اللي هي ما كانش كونست فدي بتسمى موديفايبل موديفايبل ال value. معناها ان احنا بنقدر نغير قيمته فلما نيجي نتكلم او نقول ال فاليو فال ال value ممكن تكون موديفايبل ممكن تكون نان موديفايبل زي لو كانت أكوناست. اما لو قلنا modifiable فدي معناها ان احنا بنعمل اكسكلود للحاله اللي ما فيهاش أكوناست. ده بكل بساطه هنشوف بقى امثله على طبعا الشرح النظري لو اتكلمت من هنا لبكره مش هيوضح الصوره زي ما هنشوف المثال عندنا هنا فار واحد بتساوي اربعه فده الفار واحد ده طبعا مكان ما في الميموري ممكن ان احنا بعدين في البرنامج بتاعنا ناخد الادرس بتاعه ممكن نحط فار واحد دي في فار اتنين في اي حاجة تانية فده في الحالة دي بينطبق عليه كل الشروط بتاعة ال فعندنا ال واحد هتكون ال فاليو الاربعة دي طبعا مش موجودة في الميموري ودي ليترال يعني مش مش حاجة ان احنا ممكن بعد كده في البرنامج بتاعنا نستخدمها يعني ممكن اوكي نستخدم أربعة تانية بس مش هي الأربعة اللي هي كانت أصلا موجودة يعني مش هنقدر إن احنا نعمل لها ايدينتيفيكيشن في أي مكان في البرنامج بتاعنا فالأربعة دي دي في الحالة دي بتكون ار فاليو عندنا هنا البوينتر ال واستخدمنا ال علامة الريفرنس الامبرساند للفار واحد بناخد الادرس بتاع الفار واحد طيب الفار واحد نفسها كانت الفاليو لكن احنا لما نيجي نعمل الكمبيلر هيعمل ايه هيجيب الادرس اللي موجود في او الـ اللي بيشاور عليه الفار واحد وهيحطه في مكان ما ك temporary لوكيشن المكان ما ده هيكون فيه الادرس وبعدين الادرس هيروح حطه في البيفار فالادرس نفسه ده يعتبر ار فاليو ليه لان احنا ما نقدرش نعمل يعني ما نقدرش ان احنا نكتب عليه او نعمل كوبي ليه او ما نقدرش ان احنا نعمل نذكره في البرنامج بعد كده يعني مثلا لو عملنا زي كده الامبرساند وبعدين الفار واحد بتساوي عشرة احنا عايزين نغير في الادرس المكان الماء اللي هو اللي احنا مش عارفينه فين ده اصلا ونحط فيه عشرة طبعا ده مش هينفع ليه لان هي العلامه الريفرنس والفر واحد مع بعض كاكسبريشن دولت بيعتبروا ار فاليو واما لما الفار لوحديها فال فاليو اما الاثنين مع بعض كاكسبريشن بيعتبروا بيعتبروا ار فاليو طبعا ننظر لكل حاجه كاكسبريشن مش مجرد يعني مثلا عندنا فار يساوي أربعة اوكي احنا قلنا الفار ال فاليو وقلنا الأربعة ار فاليو اما الفار يساوي أربعة هما الاثنين مع بعض كمان يعتبروا ك ال فاليو ليه لان احنا ممكن نحط فيهم قيمه ممكن عارفين مكانهم فين في الميموري طبعا الفار واحد بيساوي اربعة ده معناه ان هو الفار واحد والمكان اللي فيه الفار واحد ده احنا عارفينه وممكن نروح فيه ونحط فيه عشرة او ممكن ناخد الريفرنس بتاعه وهكذا فالفار واحد الفاليو الاربعة r value فار واحد يساوي اربعة الفاليو اما لو قلنا مثلا فار واحد آه زائد اربعة ففي الحالة دي عندنا ناتج عملية الجمع هيكون في مكان ما احنا مش عارفينه فين وساعتها دي طبعا حاجة خاصة بالكمبيلر فساعتها ان احنا مش هنقدر ان احنا نعمل له ريفرنس مثلا لو حبينا او مش هنقدر نكتب فيه حاجة لو حبينا وهكذا ففي الحالة دي الفار واحد بلس اربعة يعتبر ك ار فاليو هنشوف في المثال اتنين طبعا احنا قلنا الاكسبريشن ده مش مجرد فاريبل او رقم او حاجه الاكسبريشن ده ممكن يكون كمان فانكشن كول فالفانكشن كول محيره شويه ليه لان هي ممكن تبقى ار فاليو وممكن تبقى الفاليو لو شفنا في الحاله حاله فن واحد هنا الفن واحد هنا جاي على اليمين ناخد بالنا عشان برضو ما نقولش ان ال, ال value دايما بتكون على الشمال لا هنا الفن واحد وده الفانكشن كول فانكشن فان واحد والقوسين دولت هنا دي تعتبر ده كله هنا ده يعتبر ال value على الرغم ان هي جايه ناحيه اليمين ولكن هي تعتبر ال value ليه احنا زي, زي, كانه كاننا بنعمل مثلا ايه عندنا الاكس بتساوي خمسة وبعدين الواي بتساوي الاكس فبناخد القيمه اللي موجوده في الاكس وبنحطها في الواي هنا كذلك بناخد القيمه اللي هي قيمة الفانكشن كول او قيمة الريترن بتاعت بتاعت الفن واحد وبنحطها في الاكس واحد بس لو خدنا بالنا من الفن واحد القيمة الريترن بتاعتها ريفرنس وليس كوبي ريفرنس معناه ان احنا عارفين مكانه فين ونقدر ان احنا نجيب الادرس بتاعه ونروح نكتب فيه اي حاجة احنا عايزين. وممكن ان احنا نعمله ايدنتيفيكيشن في البرنامج بتاعنا في اي مكان بدون اي مشكله ففي الحاله دي الريترن بتاع فان واحد هيكون ريفرنس والريفرنس في الحاله دي هيعتبر الفاليو اما الفان اتنين فالريترن هتبقى تعمل ريتيرن كوبي وليس ريفرنس في حاله الكوبي احنا الكوبي دي مش عارفين مكانها فين ومنقدرش ان احنا نكتب فيها حاجه يعني احنا لو عملنا مثلا هنا فان اتنين بتساوي عشره لا هيطلع لنا ايرور الفاليو ريكوايرد اما الفان واحد لو حطينا فيها عشرة اوكي هيتنفذ بدون بدون اي ايرور فساعتها هي عندنا هيتعمل لنا ريتيرن للريفرنس بتاع فار واحد وهنروح حاطين عشرة في الفار واحد اللي هو كان اصلا قيمته ب هنا مش هنقدر نعمل كده ليه لان الكومبايلر عمل لنا ريتيرن لكوبي هو عملها ولو عملنا اللي احنا مش عارفين في فين الكوبي هو مجرد بعت لنا الرقم وخلاص واحنا مش نقدرش نعمل بيهم اي حاجه لكن هنا الكمبيلر بعت لنا الريفرنس، الريفرنس ممكن نلعب فيه زي ما احنا عايزين، نحط قيمته، نعمل زي كانه اي ريفرنس عادي بدون اي مشكله. طبعا اتكلمنا كلام كتير لكن في النهايه عندنا طبعا ده بعد الـ الـ او في السي بلس بلس 11 اتعمل بقى كجنرال رول للكلام اللي احنا قلناه ده كله. طبعا ده كان هدفه ايه ان احنا في السي بلس بلس 11 جه حاجات جديده مثلا زي الموف سيمانتكس واتضح ان التعريف القديم كان محير شويه وما كانش لامم كل الحاجات في السي بلس بلس 11 اتعمل الجنرال رول واللي هي بكل بساطه عندنا اتنين بروبرتيز بيحددوا هل اذا كان هو ار فاليو او اذا كان هو الفاليو طبعا اضافوا كذلك فاليو كاتيجوريز الثانيه هنشوفها في السلايد اللي جايه ولكن مش مهمه قوي ان احنا نركز فيها قوي المهم ان احنا نكون عارفين ال ال فاليو وال ار فاليو وكذلك بعد كده لما هنتكلم عن الموف سيمانتك هنشوف ال فاليو ايدنتيتي قلناها ان هي اكس بتساوي 2 معناها ان الاكس دي ايدنتيفايبل ident ممكن نروح في اي مكان في البرنامج ونستخدم الاكس عادي ممكن نجيب الريفرنس بتاعها او الادرس بتاعها وممكن نغير فيها زي ما احنا عايزين بدون اي مشكله لكن ناخد بالنا في حاله ان احنا عملنا واي بتساوي اكس فمعناها ان احنا كده مش عملنا موف لا احنا عملنا كوبي فالفرق بين الموف والكوبي ان الكوبي بتخلي الحاجه الاصليه اللي احنا جبنا منها القيمه زي ما هي يعني زي ما قلت واي بتساوي اكس احنا مجرد خدنا القيمة اللي موجودة في واي عملنا منها نسخة وديناها في الواي الاكس فضلت زي ما هي بدون اي مشكلة لكن في حالة الموف ال القيمة الاصلية اللي موجودة بتبقى زي اكسبيرد ما نقدرش نستخدمها زي مثلا في حالة ان احنا عندنا الفانكشن اللي بتعمل لنا ريتيرن بتعمل لنا ريتيرن الكوبي دي اوكي خدناها حطيناها في حاجه فيعتبر ان احنا عملنا لها موف لكن ال ال النسخه الاصليه اللي هي لما الكمبايلر عمل لنا كوبي ليها النسخه الاصليه دي راحت اكسبايرد فمش هنقدر ان احنا نوصل لها تاني احنا مجرد نسخناها والقديم راح خلاص فدي دي بكل بساطه دي لو نظرنا لها كذلك في دايناميك ميموري اللوكيشن هنلاقي ان لما بنيجي عندنا بوينتر لمكان ما في الميموري وبعدين عملنا موف البوينتر ده لبوينتر تاني فبكل بساطة هنعمل ايه البوينتر القديم بدل ما كان بيخ... بنخليه يشاور للمكان القديم لا هنخليه يشاور لأي حاجة نول مثلا أو أي حاجة والجديد هنخليه يشاور للمكان بتاعنا في الموي ده طبعا لو احنا عملنا كوبي هناخد نفس البوينتر ويبقى عندنا اتنين بوينترز بيشاوروا لنفس المكان ده بكل بساطة الفرق بين الموف والكوبي وكذلك هنتكلم عنهم بمزيد من التفاصيل طبعا الموف سيمانتكس في السي بلس تعتبر حاجه مهمه جدا ومن الحاجات اللي هي ك... ك... يعني كمودرن في اللغه خلاصه الموضوع ان احنا عندنا ايه لو هي ال value هتكون ليها ايدنتيتي وهتكون نوت موفبل ما نقدرش ان احنا نعمل لها موف لكن ممكن نعمل لها كوبي عندنا الاكس فاليو الاكس فاليو هنا جاية من اكسبايرنج فاليو اللي هي كانت حاجة وبعدين عملنا لها موف والحاجة القديمة بقت اكسباير فدي اوكي هي movable لان احنا عملنا لها موف اوريدي وكذلك ليها ايدنتيتي لو كان مثلا بوينتر البوينتر ده كان بيشاور لمكان وبعدين عملنا له موف لبوينتر تاني البوينتر مازال ايدنتيفايبل ولكن اوكي وكان موفابل لان احنا عملنا له موف ولكن يعتبر اكس باير وكذلك في الحاله دي هيكون اكس فاليو. الاكس فاليو والال ال فاليو هما الاتنين بيندرجوا تحت الكاتيجوري اللي هو جنرالايزد ال فاليو يعني الاتنين ال فاليو ولكن ال ال فاليو بتاعتنا العاديه دي نوت موفابل اما الاكس فاليو فهي موفابل وهما الاثنين ليهم ايدنتيتي دي طبعا مهمه جدا ان لازم يكون للال فاليو سواء اكس او ال بيكون ليها ايدنتيتي البي ار فاليو بتبقى موفابل دي طبعا لو عندنا مثلا رقم زي 40 50 60 بنحطه في حاجه فده يعتبر عملنا له موف هنا وتعتبر بيور ار فاليو بكل بساطه وطبعا هاز ايدنتيتي نو ملهاش ايدينتي كرقم كاي حاجه ده ملوش أيدنتي ده مجرد رقم وما نقدرش ان احنا بعد كده ما نقدرش مثلا نجيب الريفرنس او الادرس بتاع الرقم ده ليه لان هو مش متخزن في اي مكان لو شفنا هنا عندنا ال42 ال42 دي رقم ممكن نعمل لها موف هنا مثلا حطينا ال42 في الاكس دي كاننا عملنا لها موف هنا ما عملناش كوبي عملنا move ولكن نوت identifiable ما نقدرش ان احنا نستخدمها في البرنامج ففي الحاله دي عندنا حاجه موفابل و uh, not identifiable فهتبقى بيور ار فاليو وهتبقى اوكي uh, okay كذلك ار فاليو عندنا الاي زائد البي لو احنا شفنا هنا الاي زائد البي فده يعتبر موفابل ليه لان احنا عندنا الاي زائد ار بي زائد البي هينتج عنها قيمه القيمه دي موجوده في مكان ما ككوبي و بعدين مش كوبي يعني حاجة تيمبراري وبعدين حطناها في الإكس الناتج العمليه ده موجود في مكان ما احنا ما نقدرش مش عارفينه فين فان احنا في الحاله دي مش هنقدر نعمل له ايدنتيفيكيشن فهتبقى برضو كذلك عندنا R value not identified و و uh, uh, movable فهتبقى p pure R value و هتبقى R value عندنا هنا حاجة انترستنج ان احنا نعرف الفرق ما بينهم البري انكريمنت والبوست انكريمنت في حالة البري انكريمنت ايه اللي بيحصل؟ الكمبيلر بيعمل انكريمنت او بيعمل ديكريمنت الاول وبعدين يبعت لنا ريفرنس value اللي هو عمل لها انكريمنت يعني عندنا مثلا بلس بلس وي الـ إيه ال ال بتاعها اللي هيجي لنا من الـ من ال من الحاجة لو حطينا مثلاً إكس بتساوي بلس بلس إيه فاللي هيجي لنا إيه؟ اللي هيجي لنا ريفرنس للكلام من ده كأننا عملنا إيه؟ واي بتساوي إكس أو واي بتساوي أو بوينتر بيساوي الريفرنس بتاع إكس ففي الحالة دي هنا ما عملناش موف لأ ده هنا عملنا كوبي ليه؟ لأن إحنا فضلت الريفرنس ال بتاعنا فضل زي ما هو ممكن نستخدمه بعد كده في البرنامج بتاعنا فهي في الحالة دي هتبقى نوت موفابل ولكن ايدنتيفايبل لان احنا ممكن كذلك نستخدمها ففي الحالة دي عندنا موفابل حاجة من الاتنين نوت موفابل فنوت موفابل هتبقى على طول اوتوماتيك الفاليو بدون كلام اما بقى في حالة البوست انكريمنت ايه اللي هيحصل الكمبيلر هيروح عامل كوبي وبعدين هيروح عامل لنا ريتيرن للكوبي وبعدين الاي بتاعتنا هيروح عامل لها انكريمنت بعد ما عمل الريترن فاحنا هيجي لنا الكوبي زي زي لو 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 سويناها بحاله الاكس بتساوي ايز بلس بي هيبقى هيجيب لنا كذلك الناتج العمليه ففي الحاله دي الكومبايلر عمل اوريدي ما عملش العمليه بس بعت لنا حاجه احنا مش عارفين هي فين والحاجه دي ما نقدرش ان احنا نعمل لها ايدنتيفيكيشن في البرنامج بتاعنا ولكن عملنا لها موف ليه لان احنا نقلنا قيمتها ل variable تاني بتاعنا والقيمه اللي هي ناتج الناتج العمليه او الكوبي بدون بدون قبل العمليه طبعا ناتج العمليه في حاله A بلس بي في حاله الانكريمنت البوست انكريمنت مش هتحصل العمليه الا بعد الـ بعد الريتيرن فالقيمه دي اللي اتعمل لها كوبي خلاص بقت اكسبايرد ومش هنقدر ان احنا نتعامل معاها ليه لان احنا نقلناها في حاجه او عملنا لها موف للفاريبل بتاعنا ففي الحاله دي هتبقى نن ااا نوت ايدنتيفيبل مش هنقدر نستخدمها ولكن هتبقى موفابل هنشوف فين الموفابل عندنا الموفابل حاجه من الحاجتين دولت والنون identifiable هتبقى كذلك بيور ار فاليو وهتبقى ار فاليو ده بكل بساطه الفرق ما بين الار فاليو وال طبعا عرفنا حاجات كتير زي البيور ار فاليو زي الاكس فاليو وهكذا طبعا دولت ما نركزش فيهم قوي اهم حاجه ان احنا نكون عارفين الفرق ما بين الار او ايه هي الال فاليو والفرق ما بينها وبين الار فاليو علشان بعد كده لما نتكلم عن الموف سيمانتكس يبقى عندنا البيز او الباك جراوند المطلوب بكده نكون وصلنا لنهايه كلامنا النهارده ونلتقي ان شاء الله الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته